سماري، اليوم معظم الدول بالعالم بلشت تخفف الإجراءات المتخذة للتصدي لفيروس كورونا وعودة الحياة وعودة الناس لشغلها لحياتها لأعمالها من جديد، رغم أنه بعده في إصابات يوميا. فشو هو الشيء اللي صار وهل بدأ العد التنازلي لكورونا؟ رح نتعرف أكثر ونحكي بهذا الموضوع مع الدكتور وائل الدغلي، رئيس برنامج التثقيف الصحي في مديرية صحة دمشق. صباح الخير دكتور وائل، يسعد صباحك. يسعد صباحكم. صباح الخير. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. بالبدايه خلينا نحكي تخفيف الاجراءات في معظم دول العالم، هل بسبب انحسار الكورونا ولا بسبب الوضع الاقتصادي المتردي دكتور؟ هلا بالاوبئه عاده الوضع الاقتصادي بياخذ المرحله الثانيه، الصحه بتاخذ اول شيء، يعني مثل ما بتعرفي وباء يعني اصابات اكثر، يعني دخول المشافي اكثر، يعني وفيات اكثر، فالوضع الاقتصادي عاده بياخذ الدرجه الثانيه. في بعض الدول هلا عم يصير في عندهم نوع من الجدل السياسي كثير هنيك، انه مثلا انه رفعوا الاجراءات هن بسبب الوضع الاقتصادي ولا عن جد عندهم في انحسار للوباء، مثل بريطانيا يعني هلا صاير كثير المشكله هلا هالايام. بشكل عام اي دوله بالعالم لازم تخفف الاجراءات الاقتصاد اجراءات الحظر بحاله واحده بس، وتكون في عندها تناقص بعدد الحالات المسجله يوميا. يعني دوله ما مثلا كانت تسجل 1000 حاله يوميا، بعدين صاروا يلاقوا انه 900 800 700، صار هدول معهم الحق او معهم مؤشر فعال انه هن يخففوا الاجراءات الحظر بالدوله تبعهم. نحن بالنسبة لسوريا كان عندنا شغلة كمان فريدة جيدة جدا الحمد لله، انه نحن بدءا من 1 أيار ما عاد وجدنا اي حالة اصابة بالكورونا، حالة محلية يعني لاي مقيم على اراضي الجمهورية العربية السورية، الحمد يعني لله. بايار كلياتهم اللي شفناهم هن حالات قادمة من الخارج. هذا الشيء بعد ايقاف الرحلات الخارجية او ايقاف القادمين اعطانا دفع منيح بالفريق الحكومي انه نحن نخفف الاجراءات، وطبعا كانت الضغوط الاقتصاديه والمعيشيه اللي عم يعاني منها المواطن هي اجت بالمرحله الثانيه او الدافع الثاني للتخفيف. أكيد. نعم، يعني بس ما بدنا ننسى انه نضل نحن اخذين احتياطاتنا ونضل محافظين على النظافه العامه كمان، واخذ الحيطه والحذر بين بعضنا البعض والتباعد الاجتماعي نوعا ما، يعني لانه بعد في كورونا طبعا. ما وقفت طبعا. القصه طبعا. دكتور وائل خلينا نحكي شيء، كثير على السوشيال ميديا بيقولوا في دراسات جديده على يمكن مواقع عالميه صار في لقاحات، كثير في ناس بيقولوا لا رح يرجع الكورونا من اول وجديد ينتشر، فهيدول الاشاعات قد ايه بتاثر كمان على الاشخاص، وهل في منا نوع من الصحه او لا؟ خلينا تحت مسمى اشاعه. طبعا هلا نحن هلا علميا اذا نحن بدنا نبحث بالموضوع العلمي نحن ما زلنا نقاوم هذا الفيروس بجهازنا المناعي الذاتي، يعني اي شخص مو متعرف على فيروس الكورونا ممكن باي لحظه انه ينصاب هو مره ثانيه، فلذلك كانت الهجمه الاولى يلي صارت بالعالم كلياته واصابت بعض الناس وشوفي كثير وتوفى كثير وهيك، فهلا الناس يلي كانوا محجورين بالاصل وهلا طلعوا لازم يضلوا متبعين نفس اجراءات الوقايه، لانه هن جهازهم المناعي لسه ما تعرف على الفيروس، وبالتالي هذا لساتهم معرضين للاصابه مره ثانيه، فنحن الحديث عن وجود هجمه ثانيه او كذا هذا حديث قائم وعلمي وممكن يصير، وهذا كثير كثير متعلق احتماليته او احتمال ظهوره بالوعي للجمهور، بالوعي عند الجمهور باتباعه لسه الاجراءات. في احتماليه تجدد طبعا الاحتماليه موجوده طالما انه الناس لسه هذول اغلبهم لسه جهازه المناعي ما تعرف ما كون اضداد على الفيروس، لساتهم احتمال انه ينصابوا، فهن اذا بدهم يستهتروا بالاجراءات اللي حيصير في اصابات ثانيه، وغالبا نحن اذا صار هيك لا سمح الله حنرجع لاجراءات الحظر وبجوز نشدد عن اول، يعني اذا مثل ما قلنا لا سمح الله ظهرت اصابات جديده. دكتور عم بيقولوا الادويه المعالجه للكورونا توقفت، هلا الدواء الوحيد عم بيقولوا هو الاسبرين، منظمه الصحه العالميه نفت هذا الخبر وقالت الاسبرين ما دخلوا بعلاج الكورونا، خلينا نعرف شو الصح وشو الخطا. هلا نحن ما زلنا جميع المعالجات لفيروس الكورونا هي عباره عن نظريات، ما في دراسات مؤكده، الحقيقه وقت نحن نقرر انه علاج معين لفيروس معين هذا بده دراسات متتاليه من بعده دول وغير متوافقه،
وتعطي نفس النتائج متقرر هذا انه هذا العلاج صحيح وموافق. لهلا نحن كل دوله عم تحط هي تجربتها بمعالجه الكورونا. اللي عم يصير انه نحن كمواطنين عاديين او كوسائل تواصل اجتماعي عم ينتشر عليها الكثير من المعلومات اللي مغلوطه غالبا. يعني مثل ما قلتي هي الاسبرين وحده من الرسائل اللي اجت انه ما لنا علاقه لا بالمضادات الفيروسات ولا الهيدروكسيكلوروكين ولا شيء، الاسبرين هو. ونفت مثل ما حكيتي حضرتك انه منظمه الصحه العالميه نفت هذا الشيء. هذا لسه نحن العلاجات عم تحطها كل دوله حسب هي البروتوكول اللي عم تلاقيه مناسب لها. نحن بروتوكولنا العلاجي تم بعد اطلاع على جميع بروتوكولات الدول وخصوصا الصين اللي كانت هي الاول بانتشار الوباء والاول بمعالجته، حطينا بروتوكول. هذا البروتوكول عم يتعرض دائما لاعاده النظر، فاي شيء تعديل عالمي بيصير ومؤكد علميا نحن حنعدل بالبروتوكول تبعنا. نعم دكتور وائل، يعني هلا مثل ما شفنا طلعت قرارات باعاده فتح المطاعم والفنادق نوعا ما، ورجعوا العالم على شغله، ولكن نحن دائما نضل اخذين الحيطه والحذر. تعودنا شوي، بس كثير في عالم بتقول خلص ما في كورونا، خلص ما في كورونا. اليوم نحن دورنا كاطباء كاعلام بطرق التوعيه والحذر الدائم لدى المواطنين، كيف بنحب نوجهها باي طريقه؟ هلا نحن بدايه ازمه الكورونا او بدايه هالوباء الحمد لله، يعني بفضل الاعلاميين حضرتكم وبفضل كان عندنا نشر كثير جيد للوعي، ونحن لاحظنا انه الاغلبيه العظمى من الناس كانت اخذ التعليمات والاحترازات على محمل الجد. هلا اللي صار انه في مثلا جزء من مثلا بدك تقولي مثل ضجر، في جزء من انه ما في كورونا، جزء انه ما شافوا للساعه، يعني حقيقه انه هالوفيات اللي صارت برا ما صارت عنا الحمد لله، فصار شويه من شويه استهتار او شويه تفلت من هالاحترازات هي. نحن نسعى مره ثانيه انه نرجع نحن بمعيتكم انه نعيد نشر الوعي ونعيد نشر الثقافه هي اللي صارت اول، خصوصا انه هي الثقافه نحن اللي عم نحكي عليها هي بتقي من 90% من الامراض الساريه والمعديه، مو بس بالكورونا، فهي لذلك تكون لازم تكون ثقافه الشعب كلياته بشكل عام، حتى لو ما كان في فيروس. موضوع النظافه مثل ما حكيتي، موضوع التباعد، يعني عدم التلاصق الشديد، هي الامور كلياتها ضروريه بشكل عام. يعني اكيد غسل اليدين والنظافه الشخصيه هذا الشيء كثير مهم بوقت فيروس كورونا لكل الاوقات. خلينا نحكي دكتور ان الشباب اقل عرضه للوفاه بفيروس كورونا، خلينا نحكي عن السبب. وكمان في عنا عم بيقولوا مثلا يلي بيطيب ممكن يرجع يمرض، واخر الشيء كمان في عنا انه هنا عم بيقولوا اللي بيطيب من فيروس كورونا بس رح يكون عنده اثار جانبيه، خلينا كمان نحكي في اثار ولا لا؟ هلا نحن بالبدايه موضوع الاطفال والشباب بالفعل هن اقل تاثرا بالمرض، يعني ما زلنا يعني بمنظمه الصحه العالميه واحصائياتها ما سجلت اي وفاه تحت ال 19 سنه بهذا الفيروس. يبدو مثل ما قلنا كلها عمليه نظريات، لسه ما في دراسات مؤكده. يبدو أن الجهاز المناعي تبع الاطفال يلي او الشباب يلي بيكون هذا لساته بقوته، لسه هي ما في امراض مزمنه مرافقه، عم يلعب دور كبير بتقليل نسبه الوفيات عندهم. اللي عم يصير انه الوفيات عم تتركز بالكبار السن، وغالبا بيكون في مرض مرافق مثل السكري، مثل الامراض القلبيه، مثل السرطانات، المعالجه بالادويه الطويله مثل مثبطات المناعه والكورتيزونات، هي عم تترافق مع حالات خطره وحرجه من فيروس الكورونا. فهذا الشيء الرئيسي. بالنسبه لموضوع قلتي لي السؤال الثاني كان عن حكينا عن الشباب هنا اقل عرضه، وحكينا عن العلاج انه الواحد انه اللي بيطيب ممكن يرجع ينصاب، واخر شيء الاثار الجانبيه بعد ما المريض يطيب شو ممكن يصير. تمام. هلا بالنسبه للاصابه مره ثانيه ما اثبتت عالميا نهائيا، منظمه الصحه العالميه ما اثبتت ولا مره انه مثلا شخص اصيب وشفي ورد اصيب مره ثانيه بنفس الفيروس. يبدو هذا الفيروس وقت عم الجهاز المناعي عم يتعرف عليه عم يشكل اضداد وعم يحاربه دائما. فغالبا لهلا حاليا طالما هذا الفيروس نفسه لسه ما غير ما عدل على نفسه،
الإصابة ما عم تتكرر الحمد لله. نعم. بالنسبة للعقابيل هي بنسميها نحن العقابيل، إنه واحد تعرض للمرض شو في، هل في عقابيل أو هل في مشاكل دائما ظلت معه؟ الحقيقة هذا الموضوع مقرون بنسبة الإصابة اللي صارت عنده. يعني مثلا في عندنا نحن أربع تصنيفات للإصابة، في حالات خفيفة، في حالات متوسطة، في حالات شديدة، وفي حالات حرجة. هلا يلي وصل لحالة حرجة بجوز يصير عنده مشكلة، يعني ممكن يشفى ويضل في عنده عقابيل. لما للحالات الخفيفة والمتوسطة غالبا عم بيصير شفاء تام وما عم يترك أي عقابيل هذا الفيروس. نعم دكتور، بنرجع للحياة يلي رجعنا لها كلنا وللشغل، وخاصة خلينا نركز على المواصلات العامة والعجقة يلي عم تصير لحتى نحمي حالنا ونحمي غيرنا أيضا. شفنا كتير عالم عم تلبس كمامة بعدها لهلأ، في عالم عم تاخد كفوف عم تحط كفوف، في عالم ماسك الكحول الطبي وعم تعقم إيديها، كتير أقاويل كمان أنه الأسطح بتنقل الكورونا. صح. صح. او شيء قالوا لا، قد ايه مهم اليوم انه نحط الكمامه ولا لا؟ الكفوف على وقت طويل هي ما بتصير حامله للفيروس بشكل اكثر؟ طبعا هلا نحن اذا بدنا نكافح مرض معين بس نعرف نحن طرق الانتشار او طرق العدوى بشكل يعني مبسط. اول شيء هذا من اجل الاحتماي من طبعًا. الاحتكاك هلا تمام، في هذا عالم كثير بتطلع هذا الفيروس بينتقل من مصاب لانسان سليم مثل ما قلنا بيطير بالهواء مسافه متر او متر وربع متر ونص بكثير، فنحن لازم نبتعد لانه احيانا كثير بيكون المصاب ما عنده اي اعراض وعم يمارس حياته بشكل طبيعي. مثل ما قلنا 80% من الحالات ما بتعطي اي اعراض، بيكون الفيروس موجود على الاسطح الخارجي للمصاب، عم ينشره بالكلام، بالعطاس، بالسعال، وهو ما عنده اي عرض نهائيا. فلذلك نحن لازم نحذر وقت نفوت بتجمعات في المسافه قلت كثير عن متر. طيب واذا مضطرين يقعدوا بالمواصلات العامه؟ خليني ركز كثير على المواصلات العامه لانه العجقه فيها يعني كثير كبيره. بنصح انا بالمواصلات العامه طالما فيها الازدحام انه يستخدم الكمامه. يعني الكمامة بتعمل وقاية جيدة جدا، عالية طبعا، وخصوصا إذا ما كان بمواجهنا المصاب. فالكمامة ضرورية هون، الكمامة غير ضرورية إذا كان ماشي بالهواء الطلق، الهواء غير ملوث بحد ذاته. بس وقت أنا بدي فوت بتجمع بازدحام، بدي اضطر حادث حدا بشكل مباشر وأقرب من اللازم، لازم استخدم كمامة. الكمامة بتعمل وقاية مثل ما قلنا بنسبة 80% إلى 90% من هذا الفيروس. ما تكون متعددة الاستعمالات يمكن. هلا مشكلة نحن الكمامات النظامية يعني حتى منظمة الصحة العالمية ما بتنصح فيها غير للمريض واللي عم يقوموا بالعناية فيه، والكمامة النظامية اللي نحن هي غير متوفرة وغالية الثمن. فنحن ممكن أي كمامة حتى لو كانت يعني بصناعة منزلية بتعمل وقاية جيدة أفضل من الاحتكاك المباشر مع المريض. أكيد دكتور، كثير من الأخبار كمان عم نسمع عن فيروس كورونا، بيحكوا إنه فيروس كورونا هو فيروس موسمي، إنه بالصيف حيقل وبالشتاء حيزداد، خلينا نحكي عن هاي المعلومة ونصائح أخيرة. هلا بالنسبة لنا نحن الفيروس مثل ما قلنا هذا مستجد، لسه ما صار في دراسات مؤكدة واضحة عليه، بس نحن إذا بنقيسه لباقي الفيروسات التنفسية، لا غالبا الفيروسات التنفسية بتتراجع بالصيف، بتقل بالصيف. هذا إذا نحن بنقيسه إذا كان قياسنا صحيح. طبعا نحن ما بيصير يعني ناخذ بهالموضوع بدون دراسات مؤكده. فيعني هن بيتوقعوا انه مثلا بالصيف او بارتفاع الحراره بجوز يخف، بس في دراسات ثانيه او في نظريات ثانيه عم تقول او في مناطق ومدن عالميه ومدن صابت حارة هي حاره وفي عندهم هي. نحن بالنسبه لنا مثل ما قلنا ما في دراسات مؤكده تخلينا نحن نحكي بشكل واثق بشكل علمي. هذا بالنسبه للهي. النصائح العامه مثل ما قلنا هلا مثل ما قلت الموضوع الكفوف، انا اذا بقدر امتنع عن لمس وجهي او العين او الفم او الانف بايدي المجرده ممكن انا ما استخدم كفوف، على ان وقت ارجع على البيت او وقت ارجع لمكان معين بلش اغسل الايد بالماء والصابون لمده 20 ثانيه بالطريقه الصحيحه. هي بتعمل قضاء على جميع الفيروسات اللي علقت بايدي.
هذا الشيء أكيد غسل اليدين والكفوف والتباعد والنظافة الاجتماعي الشخصية. والنظافة الشخصية هلأ صار تباعد مكاني يعني مو الاجتماعي أكيد. بعد ما خففنا الحظر صار ممكن زيارات ممكن كذا، بس التباعد المكاني يعني أنه يكون بينك وبين المحدث تبعك أقل شيء متر ونص، هي أفضل شيء، لأنه مثل ما قلنا عم يقولوا أنه الفيروس ما عم يطير أكثر من هالمسافة هيك. تمام، لكن كمان بالختام بدنا نقول انه اي حدا بحس باي عارض ما يتردد بمراجعه طبعاً. الطبيب طبعاً. وحجر حاله بالمنزل كمان طبعاً. لاخذ الحيطه لصحته ولصحه يعني عائلته. بيانات نعم. وزاره الصحه لساتها عم تاكد انه نحن الفيروس او هالوباء خاصه جايين من برا ما كثير نخالطهم، شفنا طبعا مستنى يعني. شويه عليهم شيء 14 يوم بعدين نجي نسلم عليهم البيانات. نحن تبع وزاره الصحه دائما عم تاكد انه الفيروس أو الوباء ما قضي عليه نهائيا، لسه احتمالية يرجع، فنحن لذلك لازم نضل ملتزمين بالنصائح اللي كنا نحن ملتزمين فيها بالهجمة الأولى، والحمد لله يلي نفدنا منها بنتائج جيدة جدا والحمد لله. وأنا برجع بقول إنه كان هو العامل الرئيسي الإجراءات الحكومية، والعامل الرئيسي المساعد أكيد. كان هو الوعي المواطنين اللي أخذوا كل تدابيرنا على محمل الجد أكيد. والحمد لله. الله يحمي الجميع ويشفي كل المرضى. آمين. متشكرك دكتور لوجودك معنا، متشكر كل معلوماتك القيمة، ونشوفك بحلقات إن شاء الله. شكرا لكم، شكرا استضافتكم، يعطيكم العافية. أهلا وسهلا.